ما هي آليات تحديد سعر العملة الأجنبية في إطار هذه المنظومة لتحرير سعر الصرف؟ طيب دي في حاجة بنفتخر فيها في الجهاز المصرفي، وهي إن في نظام مش موجود في بلاد كتير قوي طبعا، من مش المتقدمة، هو نظام التعامل بين البنوك وبعضها. والنظام ده بيهنج لما يبقى في تعامل في سوق غير رسمي بيسحب جزء من الموارد براه، وبالتالي بيحصل تعجيز، والسوق الغير رسمية ما بتسعرش، يعني ما عندهاش آلية لأنها تجيب العرض كله والطلب كله. هو حضرتك لو واحد، يعني أقول لحضرتك، لو واحد مضطر يبيع مثلا وهيبيع بسعر أقل، لو واحد مضطر يشتري هيشتري بسعر أكبر بكتير، فهو ملهاش مقياس، هي حاجة بين اتنين أو بين جهة، مش حاجة منظمة. احنا عندنا وعاء كامل من خلال البنوك اللي هو الانتر بانك، بيدخل كل الموارد وبيشوف الاستخدامات ايه. حاليا عشان انا احب اكون مع حضراتكم واضح وصريح، لازم برضو نبقى فاكرين احنا في بداية مش في نهاية، بالعكس اللي حصل دلوقتي ان الحمد لله الموارد زادت اكتر من الطبيعي، لكن انا عندي طلبات وعندي حاجات كتير قوي متعطلة، وابتدينا الحمد لله وبعنف، وهتحسوا بالكلام ده في السوق، يعني ما فيش حاجة بتستخبى، هتلاقوا ان في حركة جامدة جدا حصلت في الاسواق. لكن هل احنا خلصنا؟ هل كل واحد محتاج النهاردة تمت البيت؟ لا. هل هنوصل لده؟ احنا مصممين وعندنا الامكانيات وعندنا الخطط البديلة، احنا نوصل ده في اقرب فرصة ممكنة. وبرضو معلش انا في سعر الصرف عايز اقول حاجة مهمة قوي. سعر الصرف لوحده مش حل، هو لوحده مش حل، زي ما قلت في اول كلمتي هي موضوع كامل كله. لو كان حل كان كل بلد نزلت عملتها وقعدت ما اشتغلتش. جزء سعر الصرف ده مجرد بوابة، بس لو مقفولة بتقفل عليك، لكن لو مفتوحة مش معناها ان جالك استثمارات او انك انت بقيت كويس. لازم يبقى فيه شغل، والكلام ده طبعا انا يعني هو مش مركزي، لكن انا كمواطن مصري بقول لحضراتكم في الاخر هي كلها عبارة عن ان احنا لازم نبتدي نهتم بان احنا نحاول يبقى عندنا موارد دولارية كبيرة، والموارد دي تخش في الجهاز المصرفي، وان يبقى عندنا صناعات وعندنا افكار حاجات تقدر تحل المشكلة من جذورها، عشان ما يبقاش كل كام سنة تحصل المشكلة دي. احنا في الاتجاه ده. الفرق بين الوضع النهاردة واي وضع سابق ان احنا ماشيين في اتجاه كامل وبتنسيق كامل، ان الدولة دي في ظرف فترة تبتدي يبقى عندها كفاية ذاتية من العملة، ما تبقاش على طول عندها عجز عملة. طب احنا كنا بنجيب العجز ده منين اصلا؟ اغلبهم اللي قالوا رامي، اللي هم التحويلات، ده اللي كان بيخش يقفل، وجزء استثمارات. اول ما ده اتاخد مننا بقينا مش قادرين نواجه. وبالتالي ردا على سؤال حضرتك ببساطة، احنا عندنا نظام اللي متبع عالميا وتم اختباره اكتر من مرة. الفكرة كلها في المواد الخام اللي بتخش فيه، يعني عندنا المصنع، عندنا المواد الخام، وعندنا كمان مواد خام في المخزن، فالحمد لله.